في اليوم 19 للحرب على غزة، قصف إسرائيلي متواصل وعدد القتلى يقترب من 6000، بينهم 700 في يوم واحد. خمسة قتلى في قصف إسرائيلي على مخيم جنين، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 100. سوريا تعلن قتل 8 عسكريين في غارة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية في درعا بعد إعلان إسرائيلي نادر باستهدافها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وتغطيتنا مستمرة على مدار الساعة، وتحديدا في اليوم 19 للقصف على غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة قتل نحو 50 شخصا نتيجة القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في الساعات الماضية. وافدت وزارة الداخلية في قطاع غزة بقتل 16 شخصا وإصابة آخرين في استهداف الطيران الإسرائيلي لمنازل المواطنين في مناطق متنوعة من القطاع. وذكرت أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة الهوجة بجباليا وتل الهوى جنوب مدينة غزة ومخيم لنصيرات وقيزان النجار في خان يونس. وطال القصف الإسرائيلي شارع النصر غرب مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع وبني سهيلة في خان يونس جنوب القطاع. وقالت وزارة الصحة إن 704 فلسطينيين بينهم 305 أطفال قتلوا أمس الثلاثاء، وهو ما قال عنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه أعلى عدد قتلى في يوم واحد منذ نشوب الحرب في 7 أكتوبر، ما يرفع عدد الضحايا في 7 أكتوبر إلى نحو 5840 فلسطينيا بينهم 2360 طفلا. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط عملية تسلل استهدفت قاعدة زيكيم العسكرية، وأوضح أن عملية التسلل قام بها مقاتلون من حماس حاولوا اقتحام قاعدة زيكيم العسكرية في عسقلان، وأنها أدت إلى قتل عدد من المهاجمين، فيما ما تزال الاشتباكات جارية مع مقاتلين آخرين من حماس. من المنطقة الحدودية مع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك معنا، مجمل التطورات الأمنية خلال الساعات الماضية تفضل.
قبل دقيقتين تجدد القصف الصاروخي على مدينة عسقلان وعلى مستوطنات وبلدات حدودية مع قطاع غزة مثل زكيم ونريم ومستوطنات قريبة من الحدود. هذا كان لافتا، كانت الرشقة الصاروخية الأخيرة قبل السادسة صباحا أيضا تجاه المستوطنات القريبة جدا، كان قذائف مورتر هاون وأمور مشابهة. الآن القصف الصاروخي تجدد على المنطقة الجنوبية في العشر دقائق الأخيرة، وهذا جاء بعد ليلة أيضا مركبة جدا على هذه الجبهة. الجيش الإسرائيلي يقول أنه قصف مئات الأهداف في 24 ساعة، أنفاق ومواقع يقول أنها تتبع لحماس، بالإضافة إلى استمرار الغارات والقصف المدفعي على الشمال القطاع كذلك الأمر. وفي الساعات المساء كان التطور لافت أيضا هو محاولة أو عملية التسلل في زكيم القاعدة البحرية والدخول إلى المستوطنة والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. المتسللون جاءوا غوصا من قطاع غزة وصولا إلى الشاطئ. هل لديك تفاصيل عن عددهم زياد الذين جاءوا غوصا المتسللين الفلسطينيين؟ إسرائيل قالت أنها قتلت 10، وبالتالي هذا قد يكون العدد، لكن نشير إلى أن هذه المنطقة شهدت الكثير من عمليات التسلل، 6 أو 7 عمليات على الأقل على ما أذكر في هذه القاعدة وهذه المستوطنة عبر البحر، مرة بزوارق ومرة كما رأينا بالأمس. عمليا ما قاموا به هو نوع من الغواصة غير المأهولة، بمعنى لا يأتون داخل غواصة، هي غواصة صغيرة جدا يمسكون بها وهي عمليا تقودهم حتى الشاطئ. عسقلان والمناطق المحاذية لغلاف غزة من الجانب الإسرائيلي، هل هي خالية الآن تماما من سكانها زياد؟ عسقلان لا، ما يزال فيها الآلاف، لأن عملية الإجلاء تعثرت لسبب أو آخر بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، وهذا كان سبب في غضب هؤلاء هذا التأخير في الإجلاء. لكن بالنسبة للمستوطنات الحدودية الصغيرة أو ما يسمى بغلاف قطاع غزة، هذا صحيح هي شبه خالية، هي عمليا أصبحت ثكنات عسكرية أكثر. أسألك عن التعزيزات العسكرية الإسرائيلية على الحدود حيث تتواجد، هل ما تزال على ذات الوتيرة كما الأيام الماضية أم اختلفت نوعا ما زياد؟ لم تختلف، هي موجودة، يحدث أمران بالتوازي دائما، نشر هذه الدبابات في مواقع متقدمة على تخوم قطاع غزة جنبا إلى جنب مع استمرار تدريب وتمرين جنود الاحتياط بالذخيرة الحية. منذ أسبوعين تجري هذه التدريبات في محاولة لتأهيلهم للقتال داخل قطاع غزة عندما تصدر الأوامر للعملية البرية، التي بات واضحا بأنها تتأخر بسبب البحث مع قطر ومصر والولايات المتحدة عن إمكان أن تكون هناك إطلاق سراح الرهائن، ليس فقط من حملة الجنسية المزدوجة بالمعنى إسرائيلية وأجنبية، بل ربما معظم المدنيين. في الحماس أيضا تريد أن إدخال مساعدات ووقود إلى قطاع غزة. إسرائيل تعارض قصة الوقود بشكل مطلق، هي لا تريد أن تكون هناك وقود لأنها تدعي بأن ذلك يخدم حماس داخل القطاع. الهجمات الصاروخية التي تطلق من المناطق الفلسطينية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، كيف تصف وتيرتها وحدتها زياد مقارنة بالأيام الماضية؟ هي قضية إجراء المقارنات قد لا تكون يعني ذات فائدة كبيرة، لأنه يمكن أن نتحدث عن تراجع في ساعات النهار، ومن ثم دفعة واحدة تطلق حوالي 100 صاروخ وأكثر كما حدث بالأمس عندما استهدفت تل أبيب ووسط إسرائيل بثلاث رشقات صاروخية بأكثر من 150 صاروخا بشكل مباشر. وبالتالي هناك نوع من التراجع وهو مبرر بالنسبة للمرور
المراقبين على الأقل يقولون إن الفصائل تدرك بأن القتال قد يطول، وبالتالي تحاول أن تقنن إنجاز التعبير استخدام الأسلحة كي الصواريخ كي تبقى قادرة على إطلاق مئات الصواريخ يوميا لشهر أو شهرين أو ثلاثة. أعود إلى عمليات التسلل التي ما زالت تحدث حتى الآن في الأسبوع الثالث من التصعيد، كيف انعكس ذلك على الداخل الإسرائيلي، على الشارع الإسرائيلي تحديدا زياد؟ حتى يوم أمس كانت هناك عملية تسلل. هذا صحيح، ولهذا هذه المنطقة الحدودية ما يسمى غلاف قطاع غزة والمنطقة الجنوبية بشكل عام ما تزال حربية مغلقة بالنسبة للجيش الإسرائيلي لهذا السبب. الرأي العام في إسرائيل الآن مأخوذ تماما في الحديث الإعلامي اليومي عن الحرب وعن العملية البرية التي تقترب وتبتعد في الوقت ذاته، وبالتالي هذا الاهتمام منصب أكثر، علما بأن هذه المناطق كما قلنا قد تحدثنا قبل قليل هي شبه خالية الآن، وبالتالي معظم الناس الذين يتواجدون في المستوطنات القريبة من مناطق التسلل، أقصد على غلاف قطاع غزة، أخلوا تلك المستوطنات منذ وقت مبكر. لكن بدون أدنى شك هناك نوع من القلق في إسرائيل بسبب هذا يعني هذه المراوحة إنجاز التعبير بالضربات الجوية والتردد الكبير لدى نتنياهو في الدخول برا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات والمعلومات من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بقتل 2360 طفلا وإصابة 5364 آخرين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، وصفة سقوط قتلى وجرحى من الأطفال في غزة بأنه وصمة عار على ضمير العالم بأجمعه، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ودون عوائق، مشيرة إلى أن الضفة الغربية أيضا شهدت ارتفاعا مثيرا للقلق في عدد الضحايا. أكد مدير عام الهلال الأحمر في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع تعيش معاناة غير مسبوقة، مشيرا إلى أنها على وشك أن تتحول إلى مقابر جماعية نتيجة الاستهداف وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، الأمر الذي قد يخرجها عن الخدمة خلال 48 ساعة. هذا وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من إيقاف عملياتها في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء بسبب نقص الوقود، وأوضحت في تدوينة على موقع أكس أن الوقود المتبقي لديها على وشك النفاد ما يدفعها إلى وقف عملياتها وإيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجونها. من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد أهلا بك معنا. حتى قبل أقل من ساعة من الآن كان هناك قصف متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق جنوب القطاع، هل ما يزال كذلك؟ والتفاصيل الوضع الأمني والميداني من عندك والإنساني حتى. نعم، الاستغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة خاصة فيما يتعلق بالقصف المدفعي في شرق خان يونس وشرق رفح، حتى هذه اللحظة متواصل. الغارات الإسرائيلية كانت قبل ساعات في مناطق متفرقة من خان يونس ورفح، استهدفت عدة منازل. في رفح كان هناك استهداف منزلين في وسط رفح وفي أيضا غرب رفح في حي تل السلطان. في خان يونس في بلدة بني سهيلة وبلدة القرارة كان هناك عدة استهدافات لعدد من المنازل، وأيضا في حي الأمل في ساعات الليل كان هناك عدة غارات على أكثر من منزل أسفرت عن 37 ضحية وعشرات الإصابات. ما زالت أيضا الغارات في المنطقة الوسطى مستمرة في استهداف منازل، كان هناك استهداف منزل في مخيم واحد في مخيم النصيرات وسط القطاع. مدينة غزة يعني تتعرض لغارات عنيفة في مناطق متفرقة في جنوب مدينة غزة، كان هناك استهداف قبل قليل لبناية سكنية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية أسفرت عن 9 ضحايا وعشرات الإصابات في حي تل الهوى. أيضا في حي تل الزيتون، في حي الزيتون عفوا، كان هناك
غارات متعددة من الطيران الحربي الإسرائيلي، وأيضا شرق حي الزيتون كان هناك استهدافات من المدفعية الإسرائيلية. في شمال القطاع في جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون، هذه المخيمات يعني تتلقى العديد من الضربات في الساعات الأخيرة، وحتى ساعات الصباح كان هناك استهداف لمنزل في شارع الهوجة أسفر عن العديد من الضحايا وأيضا الإصابات. بيت لاهيا أيضا في شرق بيت لاهيا كان هناك استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية. أيضا بلدة بيت حنون لم تتوقف الدبابات الإسرائيلية عن قصفها بالقذائف المدفعية بشكل كبير خلال الأيام الماضية وحتى ساعات الصباح باتجاه منازل المواطنين، علما أن هذه البلدة هي مخلاة بشكل كامل من سكانها لأنها منطقة حدودية وقريبة جدا من السياج الحدودي شرق يعني بلدة بيت حنون شمالية القطاع. نعم. وبالتالي نحن نتحدث عن غارات مستمرة في كافة أنحاء القطاع. فيما يتعلق بالوضع الإنساني هو متدهور ومن سيء إلى أسوأ. نحن نتحدث عن انقطاع للتيار الكهربائي، انقطاع المياه في مناطق واسعة في القطاع، نتحدث أيضا عن إمدادات الغذاء والدواء وأيضا المياه الصالحة للشرب غير متوفرة بالشكل الكافي. إمدادات الغذاء والدواء في وكالة الأنروا بدأت بالنفاذ. أيضا برنامج الأغذية العالمي يقول أن مخازنه نتيجة توزيع المساعدات على النازحين بدأت بالنفاذ. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول بأن الوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة، وبالتالي هذه المؤسسات الدولية التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنين والنازحين في ظل هذه الحرب على قطاع غزة تقول بأن الوضع الإنساني كارثي، وهو فعلا كارثي. نتحدث عن 1,500,000 نازح في مدارس الأونروا، نتحدث عن الآلاف في ما المستشفيات نازحين لم يتوفر لهم مقومات الحياة أو الحد الأدنى من المقومات الحياة، لم تتوفر لهم المياه، الدواء، الطعام، الأغطية، البطانيات لم تتوفر لهم، حتى المياه الصالحة للشرب توزع عليهم بشكل يعني غير كافي. هناك النساء والأطفال والكبار بالسن متواجدين في هذه المدارس، وبالتالي أوضاع إنسانية كارثية. على الرغم من دخول مساعدات إلى قطاع غزة، أكثر من 50 شاحنة دخلت محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه، ولكن عملية التوزيع غير كافية أمام العدد الهائل من العائلات التي نزحت إلى المناطق الجنوبية. وحتى هناك عائلات ما زالت متواجدة في 5 مدارس في المنطقة الشمالية أو المناطق الشمالية في مدينة غزة، لم تتوفر لهم حتى اللحظة المواد الغذائية والاحتياجات نتيجة انسحاب طواقم وكالة الأونروا من مدينة غزة والتوجه إلى المناطق الجنوبية. من استفاد من هذه المساعدات حتى الآن؟ كبير على المستوى، يعني هناك من لم يأخذ أي شيء من هذه يعني المساعدات هذه سوف حتى الآن بسبب قلتها. من أخذ ولو جزء بسيط؟ نعم، إلى من وصلت؟ يعني وصلت إلى بعض المدارس، وصلت إلى بعض المستشفيات في المناطق الجنوبية هذه المساعدات. الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني يشرفان على توزيعها بشكل مباشر على مراكز الإيواء. نحن نتحدث عن 220 مركز إيواء يوجد بها نازحين من مناطق متفرقة من مدينة غزة، وبالتالي هذه المساعدات هي نقطة في بحر الاحتياجات الطبية والإنسانية للنازحين والمصابين والمرضى داخل المستشفيات. وبالتالي هذه المساعدات حتى الآن توزع ولكن ليست بالشكل الكافي. وكالة الأونروا تقول أن هذه المساعدات 1% من احتياجات سكان القطاع. يجب أن يكون هناك وصول دائم ومستدام عبر معبر رفح للمساعدات حتى يتم تغطية كافة احتياجات النازحين، خاصة ونحن نتحدث عن الآلاف هنا في المستشفيات، وأيضا عن النازحين في مراكز الأونروا التي تعج وتتكدس صراحة بالنازحين من مناطق متفرقة جاءوا من مدينة غزة، وهم يحتاجون الكثير من المساعدات الإنسانية والمياه والمواد الغذائية والطعام وأيضا الدواء. ما مدى صعوبة الحصول على خبز وحليب أطفال في ظل قصف الكثير من المخابز والمحال التجارية؟ وأصلا هناك شح في هاتين المادتين أحمد.
بكل تأكيد الدقيق لم يدخل أو الطحين لم يدخل إلى قطاع غزة منذ 3 أسابيع، وبالتالي وكالة الأونروا قامت بتوزيع من مخازنها المتواجد بها الدقيق إلى جميع مخابز القطاع، ومن أجل يعني تحريك عجلة الإنتاج داخل هذه المخابز على أن تباع الربطة الواحدة بدولار واحد لكل عائلة فلسطينية، ويكون وزن هذه الربطة الخبز 3 كيلوغرامات. وبالتالي يعني الأونروا عملت على دعم المخابز بسبب عدم توفر الطحين داخل هذه المخابز. هناك شح كبير، طوابير تقف لساعات طويلة من المواطنين من أجل الحصول على ربطة واحدة من الخبز تكفيه ليوم أو يومين، وبالتالي سوف يعيد الكرة مرة أخرى إذ لم يدخل الدقيق والطحين عبر المعابر خلال الأيام القادمة. حتى الدقيق المتواجد في مخازن الأونروا سوف ينفذ نتيجة توزيعه على مخابز القطاع التي تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية لها، فقط تعمل على إنتاج الخبز وتوزيعه بشكل فوري على المواطنين الذين يصطفون بطوابير أمام هذه المخابز المنتشرة في قطاع غزة. وأيضا يعني عدم توفر المياه التي تستعمل أيضا في إنتاج الخبز، هذا يؤثر كثيرا على المخابز. انقطاع التيار الكهربائي هذا يعيق حركة المخابز وعجلتها داخل إنتاج الكميات كبيرة من الخبز. يعني نحن نتحدث الآن ولكن الكاميرا سوف ترصد لك هذه العائلة التي جاءت إلى مستشفى ناصر الطبي لأخذ يعني جثة ابنها، ويبدو أنه شاب، من أجل يعني دفنه في أحد المقابر هنا في خان يونس جنوب القطاع. الدفن زميلتي يكون بشكل فردي أو تقتصر مراسم الدفن فقط على الأقارب من الدرجة الأولى للضحية. منذ الصباح يتوافد الكثير من العائلات هنا لأخذ يعني جثث وضحايا أبنائها من أجل دفنها نتيجة الاستهداف الذي حصل في حي الأمل في خان يونس، والذي أسفر عن 37 ضحية حتى هذه اللحظة وعشرات الإصابات. فيما يتعلق بالوضع المخابز وخلافه من هذه الأمور، يعني الأمور صعبة، نتحدث عن شح في يعني ونواقص في المواد الغذائية والدقيق والمياه وغيره من هذه النواقص التي يعني سكان القطاع في مدار 3 أسابيع، وهي يعني تشتري وتسحب من المحال التجارية هذه المواد، وبالتالي لم تدخل حتى اللحظة أي شيء من هذه السلع التي يعني يتم شرائها من قبل المواطنين. هناك نقص كبير في مياه الصالحة للشرب، المياه المعدنية التي تباع في الأسواق والمحال التجارية. نعم أحمد. بشكل كبير، ويعني الوضع صعب فيما يتعلق على المستويات الإنسانية والاجتماعية في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث أحمد حرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة على كل هذه التفصيلات. أما في آخر التطورات بالضفة الغربية، فقد قتل 3 فلسطينيين في جنين بغارة جوية إسرائيلية، فيما قتل شاب آخر في مدينة قليليلة بتوغل إسرائيلي. أما في مخيم قلنديا شمال القدس قتل شاب فلسطيني إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم، هذا وارتفع عدد ضحايا الفلسطينيين في الضفة لهذه الليلة إلى 5، فيما وصل عدد الجرحى إلى العشرات. وبهذا تكون حصيلة من قتلوا بالرصاص الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى أكثر من 100 شخص. مش صاروخ عبو بالأرض هاي. من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. أهلا بك مجددا عبد الحفيظ. التطورات الأمنية سواء في جنين والمناطق الأخرى التي شهدت تصعيدا أمنيا مكثفا خلال الساعات الماضية.
نعم، التطور الأبرز كان هذه الليلة في جنين، وخصوصا عودة إسرائيل لاستخدام الغارات الجوية في استهداف هذا المخيم الصغير الواقع شمال الضفة الغربية في قلب المدينة. طائرة مسيرة استهدفت بصاروخ موجه مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة عدد آخر بجروح. عملية الاستهداف تمت خلال اقتحام كبير نفذته القوات الإسرائيلية للمخيم وللمدينة. سرعان ما اشتبكت هذه القوات الإسرائيلية مع عدد من المقاتلين الفلسطينيين الذين تصدوا للتوغل الإسرائيلي. حدثت اشتباكات نارية داخل المخيم، استخدم الشبان أيضا العبوات الناسفة في عرقلة تقدم القوات الإسرائيلية إلى قلب المخيم، ثم تدخلت الطائرات في عملية القصف هذه التي أدت لوقوع هذا العدد من الضحايا. إلى الجنوب من جنين تحديدا في مدينة قلقيلية أيضا توغل واقتحام مشابه نفذته القوات الإسرائيلية أدت إلى مقتل شاب فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح. وفي قلنديا شمال القدس أيضا قتل شاب فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي. الملاحظ أن أعداد الضحايا تزداد، أعداد الإصابات تزداد، هناك استخدام واسع للذخيرة الحية من قبل الجيش الإسرائيلي. وفق منظمات حقوقية فلسطينية تقول أن يعني بعض القوانين الخاصة باستخدام الذخيرة الحية التي كان يلتزم بها الجيش الإسرائيلي لم تعد موجودة بتاتا، وأن هناك ملاحظة أن الإطلاق النار يعني يتم بهدف القتل وليس حتى بهدف الإصابة أو العرقلة. عدد الضحايا كما ذكرتي وصل إلى 101، ولكن وزارة الصحة الفلسطينية أيضا أضافت إلى هذا العدد 2 من الفلسطينيين. تقول الحكومة الفلسطينية أنهم قتلوا تحت الضرب داخل السجون الإسرائيلية في حوادث متشابهة. الحقيقة يعني لم نشهدها منذ أيضا عشرات السنين، أن يعتقل الشخص أو شاب عمره 25 عام مثلا يعتقل وبعد يومين 48 ساعة يعلن عن وفاته بسبب المرض. هذا ما أعلنت عنه الجهات الإسرائيلية. الجهات الفلسطينية تقول أن يعني هذا الشاب قتل أثناء الضرب والتحقيق. أيضا هناك قيادي في حركة حماس من مدينة طوباس عمر دراغمة قتل في نفس الظروف. إسرائيل تقول أنه بسبب المرض، والفلسطينيون يقولون أنه جزء من التنكيل التي عملية التنكيل التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. حملات الاعتقال واسعة، تقريبا وصلت إلى 1700 فلسطيني تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر. حملات تتركز على ناشطين وأنصار لحركة حماس تحديدا، ولكنها أيضا تطال مواطنين عاديين ممن تعتبرهم إسرائيل محرضين أو نشيطين محرضين على يعني مواجهتها والخروج في تظاهرات. عدد الأسرى بشكل عام يعني وصل إلى 7000 أسير تقريبا في السجون الإسرائيلية حتى هذا اللحظة. عبد الحفيظ، اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتقالاته للفلسطينيين، هل هي مستمرة بذات الوتيرة على مدار الساعة أم تكون أكثر خلال ساعات الليل؟ نعم، هي خلال ساعات الليل، يعني بتبدأ منذ 12 ليلا 12 منتصف الليل وتنتهي بحدود الساعة 7 صباح كل يوم بوتيرة ثابتة تقريبا منذ 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر أصلا الضفة الغربية هذه حياتها الطبيعية، يعني الاقتحامات الليلية متواصلة، ولكن بعد 7 أكتوبر نشهد تكثيف كبير جدا لعمليات الاقتحام التي يعني تصل المدن القرى البلدات. لا شيء بعيد عن هذه الاقتحامات. خلال النهار تحدث عمليات اقتحام، ولكن عادة ما تكون مفاجئة بناء على معلومات استخباراتية إسرائيلية. تكون عمليات اقتحام مفاجئة، هناك عدد كبير من المطاردين الفلسطينيين النشطاء الذين تطاردهم إسرائيل داخل الضفة الغربية، وبالتالي وصول أي معلومة استخباراتية لإسرائيل حول تلك المجموعات بأنهم يتواجدون في مكان ما أو يعني ظهروا في مكان ما، تقوم إسرائيل بتنفيذ توغل بشكل مباشر ويعني بشكل سريع نحو هذه المدينة. ولكن تقريبا في الليل تجري عمليات الاقتحام، في النهار تعود الحياة إلى شبه طبيعية، وأقول شبه طبيعية لأن مثلا اليوم هناك إضراب في جنين، نعم عبد الحفيظ، إضراب في نابلس، الحياة متوقفة هناك حدادا على أرواح الضحايا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من رام الله، مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقتل 11 من العسكريين السوريين بينهم 4 ضباط وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجراح جرى القصف الجوي الإسرائيلي بعد منتصف الليل ليلة الثلاثاء تحديدا على كتيبة الرادار بمحيط بلدة قرفة واللواء 12 بمنطقة إزرع بريف درعا الشمالي والتي طالت مستودعات للصواريخ والسلاح ورادار للدفاعات الجوية ما أدى إلى تدميرها. وكان الإعلام الرسمي السوري قد أعلن في وقت سابق قتل 8 عسكريين في غارة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية في درعا. واستهدفت إسرائيل بأكثر من 7 صواريخ سرية عابدين العسكرية الواقعة بين قريتي عابدين وجملة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا. وتعتبر سرية عابدين إحدى المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام السوري القريبة من الجولان السوري المحتل. وكان الجيش الإسرائيلي وفي إقرار نادر قد قال إن طائراته المقاتلة استهدفت بنية تحتية ومدفعية تابعة للجيش السوري. وأضاف الجيش أن هذا الاستهداف جاء ردا على إطلاق نار من سوريا باتجاه إسرائيل. وأكد متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس بريس أن الغارة استهدفت مواقع داخل سوريا. تفصيلات أكثر عن هذه الاستهدافات الإسرائيلية لمواقع عسكرية سورية يطلعنا عليها من مدينة كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي، تفضل. نعم طبعا صباح الخير. أولا بداية هذه هي الغارات الأولى التي تستهدف مواقع عسكرية منذ بداية الحرب على غزة. استهدفت الأراضي السورية حوالي 13 مرة سواء بالمدفع أو بالطيران، لكن هذه المرة تعمدت إسرائيل أن توقع خسائر بشرية وهي تعلم بأن القطاعات العسكرية كاللواء 112 أو كتيبة يعني واقعة بالقرب من قرفة للرادارات أيضا جرى استهدافها بشكل مباشر، وهي تعلم بأن العناصر الموجودين في داخلها مما أدى لمقتل 11 من العسكريين بينهم 4 ضباط على الأقل. وهنا نقول بأنه لا يوجد بين القتلى على الأقل ولا الكتيبة لها علاقة لا بحزب الله لا بميليشيات إيران ولا بمجموعة فلسطينية يعني قامت بإطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه الجولان المحتل. بعد ذلك بعد القذائف ردت إسرائيل حقيقة الأمر واستهدفت سرية عابدين في ريف درعا الغربي ب7 صواريخ، لكن لم تكتفي بذلك وهي قررت يعني وقامت ب يعني بنشر أو بمناشير من الطائرات الإسرائيلية تحذر فيها قائد اللواء 112 تحديدا بأن اللواء سوف يستهدف إذا ما استمر إطلاق الصواريخ من داخل الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل. ولكن هل كان هناك رد أو باستثناء البيانات التي نشاهدها باستمرار على الصواريخ الإسرائيلية من الأراضي السورية على الإطلاق؟ استهدف مستودع صواريخ، استهدفت كتيبة للرادارات، واستهدفت قطعة عسكرية وهي اللواء 112 من قبل الطائرات الإسرائيلية دون أي رد على الإطلاق. وسط استياء حقيقة الأمر هنا صدرت أوامر بشكل قطعي من القيادة لعناصر قوات النظام يمنع منعاً باتاً إطلاق أي صاروخ أو قذيفة باتجاه الجولان المحتل من القطاعات العسكرية، ولكن حتى ذلك لم يحمي هذه القطاعات العسكرية من الصواريخ الإسرائيلية. لكنها أطلقت يعني قبل استهدافها، والتحذيرات التي وجهتها إسرائيل هي فعلاً أطلقت صواريخ باتجاه الجولان المحتل؟ لا الكتيبة لم يجري إطلاق ولا لواء ولا كتيبة سورية جرى إطلاق أي صاروخ منها باتجاه الجولان المحتل. ما أطلق هو عبارة عن مجموعة فلسطينية هي التي تقوم بإطلاق هذه الصواريخ أو هذه القذائف الصاروخية لثلاث مرات باتجاه الجولان المحتل، وهي تعمل مع حزب الله اللبناني وبإشراف حزب الله اللبناني الذي لديه مئات المقاتلين ليس بريف درعا الغربي بل بالقنيطرة وريف دمشق الغربي. ونشرنا وتحدثنا بأنه تم تأسيس تلك الجبهة بقوات نخبة مدربة من حزب الله اللبناني من الجنسيات السورية والعراقية وغيرها على هذه الجبهة، وهي تعمل بأوامر حزب الله ولا تعمل بأوامر قوات النظام الذي أصدر، ونعيد ونذكر بأنه أصدر أوامر لعناصره وقواته بيمنع منع باتاً إطلاق أي صاروخ باتجاه الجولان المحتل والدخول بهذه الغارة. إذن لماذا استهدفت إسرائيل هذا اللواء سيد عبد الرحمن؟ هل هناك رسالة من وراء ذلك؟ نعم
نعم، هي رسالة واضحة من إسرائيل بأنه إذا ما استمر استهداف الجولان المحتل من قبل مجموعات عاملة مع حزب الله لن يكون الرد على حزب الله، سيكون الرد على قوات النظام. هي تطلب من قوات النظام أن تكون حرس حدود لإسرائيل على عند الجولان المحتل، ويعني ما لا يكتفي الأمر، يعني لا يتعلق الأمر فقط بمنع القصف، ولكن مطلوب منهم أن يكونوا حرس حدود ويحموا حدود الجولان المحتل من عناصر حزب الله، من القوات العاملة مع حزب الله في هذه الجبهة. طيب، السلطات السورية أو النظام السوري هل أصدر تعميم لكل الوحدات المتواجدة بالقرب من هذه المناطق بعدم توجيه أي استهدافات أو صواريخ تجاه الجولان المحتل، أم فقط لهذا القطاع، هذا اللواء تحديدا؟ لا، كل الجبهة، كل الجبهة من ريف دمشق الغربي، القنيطرة، درعا، يمنع منعا باتا اطلاق اي قذيفه صاروخيه باتجاه الجولان المحتل. من يطلق هو مجموعات فلسطينيه وتعرف بالمقاومه السوريه لتحرير الجولان التي انشاها حزب الله وتعمل باداره حزب الله اللبناني، لا يوجد اي ضابط من قوات النظام اصدر اوامره باطلاق قذائف باتجاه الجولان المحتل. هناك امتعاض من هؤلاء الضباط ولكن هم ينفذون اوامر القياده. طيب، الخسائر البشريه تحدثت عنها حضرتك، ماذا عن الخسائر العسكريه بعد استهداف هذا اللواء سيد عبد الرحمن؟ تدمير رادار وتدمير مستودع للقذائف الصاروخيه او للصواريخ واقع تحت في داخل احد القطاعات العسكريه السوريه. وهنا نذكر بان القطاعات التي استهدفت جميعها ضمن ما يعرف بقوات النظام او الجيش العربي السوري. هل هناك رسالة أيضا موجهة من هذا الاستهداف إلى حزب الله المتواجد بالقرب من اللواء المستهدف؟ يعني حزب الله، هم يعلمون أين موجود حزب الله ويعلمون قوات حزب الله وأين انتشارها. هم لا يستهدفون قوات حزب الله، هم يوجهون رسائل إلى أكثر من ذلك. يعني سابقا عندما كانت تطلق قصيفة من الجولان تستهدف المطارات، الآن قرروا أن يستهدفوا القوات العسكرية مولودة في تلك المنطقة كي لا تفكر. وهم أرسلوا يعني عندما ينقبون يعني بإلقاء مناشير في تلك المنطقة ويحددون اللواء 112 تحديدا، هم يعلمون ما يقولون لأنه مسؤول عن القطاع في تلك الجبهة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات والمعلومات من مدينة كوفنتري، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. قتل 3 عناصر من حزب الله اللبناني، ليرتفع إجمالي عدد قتل الحزب خلال 24 ساعة إلى 9 أشخاص. ونعى الحزب كلا من أحمد عبود من بلدة دير عمص وحسين باجوق من بلدة عيت الشعب وكميل سويدان من بلدة حانين جنوب لبنان، وبذلك يرتفع عدد قتلى حزب الله منذ بدء المناوشات مع إسرائيل إلى 39 على الأقل. ووسط تصاعد التوترات مع حزب الله، نشرت إسرائيل دبابات مركفة على الحدود الشمالية مع لبنان وتحديدا في منطقة الجليل الأعلى. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي استهدفت من جانب وكلاء إيران 13 مرة على الأقل الأسبوع الماضي في العراق وسوريا. أوضح متحدث باسم البنتاغون أن 10 هجمات على الأقل وقعت في العراق و3 في سوريا في الفترة الممتدة بين 17 و24 من أكتوبر الجاري، وقال إن تلك الهجمات نفذت بواسطة مزيج من مسيرات هجومية أحادية الاتجاه وصواريخ، وصفة حصيلة الضربات بأنها أرقام أولية. هذا واعتبر المتحدث باسم البنتاغون أن ما جرى هو احتمال تصعيد أكبر في المدى القريب جدا ضد القوات والأفراد الأمريكيين في جميع أنحاء المنطقة من جانب إيران.
من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، أهلا بك معنا. كيف ستتعامل مع واشنطن مع إمكانية التصعيد من قبل جانب إيران في المنطقة؟ يعني الولايات المتحدة تنظر إلى هذا التصعيد بقلق بالغ بالتأكيد، لأنه لأول مرة يحدث بهذه الكثافة في أيام قليلة، وهو أدى بالفعل إلى إصابة عدد من القوات الأمريكية والمتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية أيضا بإصابات، بل أن أحدهم توفي جراء أزمة قلبية، وهذا مؤشر خطر بالنسبة للولايات المتحدة لأنها تتوقع أن تتزايد هذه الهجمات مع بدء الهجوم البري المحتمل من قبل إسرائيل خلال أيام أو خلال ساعات. وبالتأكيد هي تتحسب لذلك من أكثر من وسيلة. أولا هي كثفت قدراتها الجوية، سواء كانت هذه القدرات في الخليج أو من قبل القوات الجوية الموجودة بالفعل فوق حاملتي الطائرات في شرق المتوسط، وهي أيضا أرسلت مزيد من الأسلحة. لم تكشف عنها طبيعة هذه الأسلحة، لكن يعتقد أنها وصلت إلى العراق وسوريا لتعزيز إمكانية الرد في حال القيام بهذه الهجمات. طبعا معلوم أن الولايات المتحدة لديها يعني 2500 جندي في العراق ونحو 1000 جندي على الأقل في سوريا، وموزعين على عدة قواعد في سوريا بالتحديد، وهي تخشى من أن تقوم يعني على الأقل هذه الميليشيات بتكثيف هجماتها. طيب، خشيتها هذا سيد طارق، خشية واشنطن هذا على قواتها المتواجدة في المنطقة، هل يمكن أن تدفع واشنطن إلى الضغط أكثر على إسرائيل لمنع اجتياحها البري المزمع على غزة؟ يعني هذا يتوقف على طبيعة الهجمات، لا أعتقد أنها ستطلب ذلك، لكنها تعزز من دفاعاتها وسوف تقوم بالتأكيد يعني الرد، والرد وحتى الآن رد متناسب، لكن إذا ما زادت هذه الهجمات في العقيدة الأمريكية مثل ما حدث من قبل حينما قامت مجموعة أو رتل عسكري من الميليشيات التابعة لإيران بالاقتراب قبل نحو عامين أو أكثر بالاقتراب من قاعدة التنف في جنوب سوريا، وكانت النتيجة هو أن تم قصف هذا الرتل بالكامل وأبيد تماما، وهذا يعني أن الولايات المتحدة عندما تشعر بالخطر فربما تتخذ إجراءات صارمة ضد من يهاجمونها بكثافة وبقسوة، وهي تعتمد على هذا. يعني الرد سيكون متناسبا، لكن حينما يتزايد الخطر سيكون الرد على الأرجح ردا عنيفا، لكن لا يعتقد بأنها ستقوم بالضغط على إسرائيل إلا إذا يعني حدث ما لم يكن في الحسبان وسقط يعني مجموعة من الأسرى أو ما شابه في يد هذه الميليشيات، حينها ربما ستكون هناك ضغوط أكثر على الرئيس بايدن وإدارته، وربما يعيد النظر في إمكانية يعني الضغط على إسرائيل، وأعتقد أنه سوف يفعلها، لكن هذا يعني مجرد سيناريو ليس من المرجح الآن الخوض فيه لأنه مجرد أمر افتراض. طيب، نقطة أخرى، كيف ستتعاطى واشنطن مع الموقف الأوروبي المنقسم تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ يعني أعتقد أن الولايات المتحدة تكتفي بالتنسيق مع كبريات الدول، بمعنى بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هذه الدول هي يعني التي تملك فيتو في مجلس الأمن، بالتحديد بريطانيا وفرنسا، وألمانيا لها ثقل بالتأكيد باعتبارها القاطرة الاقتصادية ولها ثقل سياسي بالتأكيد في المنطقة، وهي تراهن على مواقف هذه الدول، بالإضافة إلى إيطاليا، وهذه الدول هي من الدول الصناعية الكبرى السابع ولها نفوذ كبير. أما باقي الدول فليس لها مثل هذا النفوذ، صحيح أنه بالنسبة للولايات المتحدة هو أمر مقلق لوجود أصوات معارضة، لكن هذه الأصوات غير مسموعة تماما في الإعلام الأمريكي. الإعلام الأمريكي يركز على وجهة نظر واحدة فقط، يركز على الضحايا الإسرائيليين والرهائن الإسرائيليين، ولا يلقي بالا بالفلسطينيين على الإطلاق، باستثناء يعني بعض عمليات القصف وصور للمستشفيات، لكن لا توجد قصص إنسانية حتى لا يحدث أي نوع من التعاطف. وبالتالي الإدارة الأمريكية يعني تركز اهتمامها أكثر على العمليات القادمة، وهي تعتقد أنها سوف تحصل
ولا تعول كثيرا على أن يقوم مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي بالقيام بدور مكافئ للدور الأمريكي، أو يستطيع أن يحرك شيئا على الأرض في خلال الأيام المقبلة. شكرا لك المحلل السياسي طارق الشامي، حدثنا من واشنطن، شكرا جزيلا. اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة لا يفيد إلا حماس، مشيرا إلى أن واشنطن لا تستطيع تأكيد استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في غزة، ورأى أن إسرائيل تمتلك الأدوات والقدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة على استعداد أي دولة أو طرف آخر لتصعيد الصراع. ولفت كيربي إلى أن بلاده تحاول إخراج الرهائن والأشخاص من غزة بالشكل المناسب. الانتقائية في الإفراج عن الأسرى تهمة جديدة تضاف لسجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يطالبه 80% من الشارع بتحمل مسؤولية الإخفاق الأمني والمعلوماتي وخطف أكثر من 200 شخص. مجندات إسرائيلية ضمن الأسرى لم تتحدث عنهم السلطات حتى اللحظة، وهذا ما أثار غضب ذويهن. السيد بيبي نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنت من جند بناتنا، أنت من بعثهن إلى الجيش، نطلب منك طلبا واحدا وبصرامة، أعد لنا كل بناتنا المخطوفات. زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد انتقد مرارا نتنياهو في عدم الحديث عن الرهائن. مرة أخرى نطلب منك يا سيد رئيس الوزراء، أنت من جند البنات الغاليات، ونتوقع ونطلب منك إرجاعهن إلى ديارهن. نحن نتكلم عن كل المخطوفين والمفقودين في غزة، وأولهم أنا كأب. كتائب القسام أفرجت عن أمريكيتين ومن ثم أفرجت عن محتجزتين أيضا، قائلة إن إسرائيل لا تعير أهمية للرهائن، فيما اعتبرت تل أبيب فك الرهائن دعاية إعلامية موجهة للرأي العام العالمي. الصليب الأحمر يلعب في هذه الحالة دورا لتسهيل العملية بين الطرفين. نحن جاهزون دائما لتسهيل عملية آمنة لإعادة الأسرى إلى أسرهم. إنها مسؤولية حماس لتقرر من ومتى تفرج عنهم، لكننا كصليب أحمر نطالب بالإفراج الفوري. أصوات تتعالى يوميا في تل أبيب تطالب حكومة نتنياهو بخطة واضحة لإعادة ذويهم، فيما لا تزال الجهود الدولية والصليب الأحمر مستمرة لإعادتهم، لكن ملفهم يبقى مفتوحا إلى ما بعد انتهاء الحرب. رفاه السعد، الحدث، القدس. هجم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد دعوات الأخير لوقف إطلاق نار إنساني في غزة خلال جلسة لمجلس الأمن، مؤكدا أنه لا يجتمع معه مرة أخرى، ومعتبرا أنه لا يوجد مكان لمقاربة متوازنة في الحرب مع حماس. في حين قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن الإسرائيليين منزعجون من خطاب الأمين العام الذي قال فيه إن العنف في غزة لم يحدث من فراغ، داعي غوتيريش إلى الاستقالة فورا باعتباره ليس مناسبا لقيادة الأمم المتحدة بحسب تعبيره. يجب أن نعترف بأن هجوم حماس لم يأتي من فراغ، إن الشعب الفلسطيني خاضع لاحتلال خانق منذ 56 عاما، وهو شاهد على التهام المستوطنات لأرضه رويدا رويدا وكيف أكلها العنف. هذا الشعب رأى اقتصاده ينهار، سكان أرضه يشردون، ديارهم تدمر، وآمالهم لحل سياسي تتبخر. سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟ بالتأكيد ليس في عالمنا. إن لم تقف كل الأمم إلى جانب القيم الأساسية للإنسانية، فستكون هذه أحلك الساعات في تاريخ الأمم المتحدة وفي تاريخكم أنتم السيد الأمين العام. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التصعيد العسكري في غزة، وأكد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة العمل بشكل فوري لبحث سبل وقف العملية العسكرية ورفض استهداف المدنيين بأي شكل أو استهداف البنى التحتية أو التهجير القسري، وشدد ولي العهد السعودي على ضرورة التهدئة ورفع الحصار عن غزة
والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية. وأعرب الرئيس الأمريكي خلال الاتصال عن شكره لولي العهد على جهوده لخفض وتيرة التصعيد ومنع اتساعه في المنطقة. طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معتبرا بأن ذلك واجبا إنسانيا وضرورة قصوى. وشدد وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال جلسة مجلس الأمن حول غزة، شدد على أنه لا سلام في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مضيفا أن المساعدات التي دخلت إلى غزة غير كافية ويجب توفير ممرات آمنة. منذ اندلاع الأزمة ونحن على تواصل مستمر مع كل شركائنا الدوليين بما في الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالتنا واضحة، لا بد من وقف إطلاق النار، ولا بد من رفع الحصار، ولا بد من إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وهذه رسالة وصلت إلى الجميع بصوت واحد من الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، كلنا قمنا بمتواصل مكثف في هذا الإطار. والآن نرى بداية دخول المساعدات إلى غزة، لكن هذه البداية غير كافية، هذه الكميات لا تلبي المطلوب أبدا، والمطلوب فتح المسارات للمواد الإغاثية بدون أي قيد أو شرط وبدون تحديد الكميات، والمطلوب الأهم وهو المطلب الأساسي والمتوافق مع القانون الإنساني الدولي هو رفع الحصار. نحن كلنا هنا نحمل رسالة موحدة، هي أن المزيد من العنف ليس هو الحل، هو أن كل الأرواح تستحق الحماية، وهذا يشمل أرواح المدنيين في غزة، ولهذا نحن هنا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة والعودة لمشاورات السلام. من جهته اعتبر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يرقى لمستوى جرائم حرب. أننا نطالب بالوقف الفوري لهذه الحرب التي لن تنتج إلا المزيد من الدمار والمآسي، لن تؤدي إلى سلام، ولن تضمن أمن إسرائيل ولا أمن فلسطين، بل تهدد المزيد من الخطر ليس فقط على أمنهم ولكن على أمن المنطقة برمتها. لنقول بضرورة إيصال المساعدات الفورية بشكل غير منقطع إلى الفلسطينيين، لأن في حرمان الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في الماء والغذاء والدواء والوقود جريمة حرب واضحة للقانون الدولي وخرق جريمة حرب واضحة وخرق واضح للقانون الدولي. دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى وقف العدوان الواقع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. للتعبير عن الموقف العربي الموحد في وجه العدوان الغاشم ضد شعبنا في قطاع غزة، وضد ما يتم من دمار هائل يؤدي إلى مقتل الآلاف من أبناء شعبنا، خاصة من الأطفال ومن النساء من المواطنين الأبرياء العزل. هذه هي إبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مرمى ومسمع من العالم أجمع، عندما نشاهد عبر شاشات التلفزيون ما يتم من قصف ومن دمار ومن قتل ومن إرهاب ومن تهجير. وزير خارجية مصر سامح شكري أكد أن الدفاع عن النفس لا يبرر العقاب الجماعي وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء. ولا يبرر الدفاع عن النفس، وهو مبدأ في ميثاق الأمم المتحدة، وأن يخرج عن الإطار الشرعية ليأتي إلى مستوى العقاب الجماعي والإساءة إلى هذا الكم الهائل من المعاناة للمدنيين الأبرياء. ضرورة العمل على احتواء هذه الأزمة، الرفض الكامل لما هو يعد من جرائم الحرب فيما يتعلق بالتهجير، وضرورة العمل على تجنب أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول الجوار. فالشعب الفلسطيني متشبث بأرضه، متشبث بحقوقه، ولن يتنازل عنها، ولن تتنازل الدول العربية عن هذه الحقوق المشروعة.
خلص بكفي بكفي حروب، نفسيتنا تعبت، ما ضلش فينا ما ضلش فينا. يمقتون حرباً شردتهم ودفعتهم لمكابدة ألم النزوح مجدداً، هذه المرة إلى جنوب غزة. 2000 أسرة وصلت إلى هذا المخيم المترامي الأطراف في خان يونس محملة بأهوال الطرقات، ليجدوا أنفسهم أمام حال يرثى لها وسط ظروف معيشية صعبة وعدم توفر الكهرباء والمياه والطعام لساعات طويلة وربما لأيام. بروح بدي أعبي مية بلاقيش مية، أو إذا لقيت مية يدوب يعني نص قزازة بحممهم برا الخيمة بالعراء. 200 خيمة توزع فيها 20,000 هربوا من شمال القطاع، يروي النازحون قائمة ظروف قاسية في ظل افتقارهم لأدنى مقومات الحياة. الخيمة بالنهار شوب بعز الشمس، الحشرات، الدبان، يعني فيش، مش قادرين نوفر. أعباء الحرب تتفاقم على النازحين من مستشفيات ينامون في ساحاتها أو حتى مدارس يتكدسون بها، كلها مشاهد تنذر بكارثة إنسانية مطلقة على حد تعبير برنامج الأغذية العالمي. فكل مراكز إيواء الأونروا غير مؤهلة صحياً، لأن العشرات منهم يعيشون في صفوف ضيقة يتشاركون معاناة الرغيف والبطانيات الرثة. احتواء المدارس على العدد الكبير وغير يعني قدرة استيعابية للمدارس، هذا عرضة لانتشار الأوبئة والأمراض أمثال يعني النزلات المعوية والتهابات الجهاز التنفسي والطفح الجلدي. الصحة العالمية حذرت بدورها أيضاً من البكتيريا والعدوى الفيروسية التي قد تنتشر في غياب المياه النظيفة بسبب توقف محطات التحلية عن العمل، إضافة إلى تراكم النفايات بالأطنان داخل هذه المراكز واضطرار الأهالي إلى استخدام المستلزمات الشخصية بشكل جماعي. التغطية مستمرة مشاهدينا على مدار الساعة لتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتبعاتها على كل الصعد. عود وألتقيكم بعد ساعة من الآن، وعلى رأس الساعة تلتقيكم الزميلة ربا أبو ضرغم. دائما كونوا معنا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.